أيها الإخوة، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز عياد لمحمد بن المر بن حلوة الاجتبي، دقيقتين ست ثواني، 66 جزمنا الثانية، حدث ميداني ضوء في هذا اليوم الجميل، في هذا اليوم المميز، شوطنا الخامس الذي خصص للإبكار. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس للإخوة المشاركين. نجود في المركز الأول ولا الحذرة، راشد بن حمد بن علي بن لومية، بينما اللي في المركز الثاني الشبلة لمحمد بن المر بن حلوة هالكتبي. نقلتنا للمركز الثالث، هناك اللي هي ذخيرة المبارك بن مطر بن عبد الله الشامسي، بينما اللي في المركز الرابع اللي هي حكمة في المركز الرابع عبد الله بن سعيد بن مصبح بن غليطة الأغفلي. نقلتنا هناك للمركز الخامس، اللي في المركز الخامس أيها الإخوة الشاهنية خلفان بن راشد بن شاوي الأغفلي. هكذا كانت النتيجة، هكذا كانت نتيجة. الله يا الحذرة، حذاري من الحذرة، حذاري من بلومية، راشد بن حمد بن علي بلومية الاجتبي، بينما الشبلة في المركز الثاني، شعار عياد مسيطر على المركز الثاني، مسيطر مع القمة على ثاني المراكز لمحمد بن المر بن حلوة الاجتبي، بينما اللي في المركز الثالث هناك حكمة عبد الله بن سعيد بن غليطة. المركز الرابع، المركز الرابع من الجانب الثاني ذخيرة لمبارك بن مطر بن عبد الله الشامسي، بينما اللي في المركز الخامس وصل بن غريب، وصل بن غريب مع هندسة صلاح بن أحمد بن غريب. هكذا كانت نتيجتنا للمراكز، دعناها عليكم بالوفا والتمام، بالوفا والتمام. ماذا حدث هناك مع هندسة؟ هندسة 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 أبو أحمد، هندسة صحيحة، ضمرها أبو أحمد، تضمير من مميز أحمد بن صلاح بن أحمد بن غريب. من يقدم هندسة والعصف الأبطان، العصف الأبطان، يلا اللي بالتوقيت، اللي بالتوقيت في اللحظات الأخيرة، هندسة أحمد بن صلاح بن أحمد بن غريب، بن غريب بن غريب بن غريب، سلام سلام لك يا أبو شهاب. أحمد بن صلاح بن أحمد بن غريب المركز الثاني، لمحمد بن مر بن حلوة الشتبي المركز الثالث. أيها الإخوة اللي في المركز الثالث، هناك لسعيد بن نايع بالشاوي الأخفلي المركز الرابع، سالم بن حميد الشاعر العليلي في المركز الخامس، شعار هناك الحمير سهيل بن خليفة بن عبيد بن خليفة الحمين، التوقيت الزمني دقيقتين 11 ثانية 97 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.